جيلنا اسئله كتير عن افكار لوجبات صحيه ومتوازنه ومفيده ممكن تبعتيها في اللانش بوكس مع طفلك المدرسه عشان تديله العناصر الغذائيه والطاقه اللي هو محتاجها. انا الدكتوره مي ضياء اخصائيه التغذيه، والنهارده هقول لك على قائمه اسبوعيه باكلات ممكن تبعتيها مع طفلك المدرسه وفايده كل وجبه. في اليوم الاول ممكن تبعتيه بشريحتين من توست الحبوب الكامله معاهم اللبنه والزعتر، وكمان تبعتي معاها شرايح من الجزر وخليط من المكسرات والفاكهه المجففه. الوجبه دي هتدي لطفلك الطاقه اللي هو محتاجها، والمكسرات مصدر للدهون المفيده اللي بتساعد على نموه صحي وسليم. في اليوم الثاني ممكن تبعتيه بشريحه من عيش التورتيه محشيه بخليط من الجبنه تشادر والفراخ والذره، ودي وجبه غنيه جدا بالالياف اللي هتساعد على صحه الجهاز الهضمي، بالذات لو زودتي معاها خضار تاني زي الجزر او الفاكهه زي التفاح والعنب. في اليوم الثالث ممكن تبعتي مع طفلك في اللانش بوكس مافن الاوملات بالخضروات معاها الزيتون وشرايح البرتقال. البيض هنا بيعتبر مصدر لبروتين وفيتامين دي المهم جدا لعظم طفلك واسنانه. في اليوم الرابع ممكن تدي لطفلك في اللانش بوكس بيتزا توست، ودي عباره عن شريحتين من التوست الاسمر عليهم معلقه من صلصه البيتزا وعليهم جبنه موتزاريلا. ممكن تحطي فيها البروتين او الخضار اللي انت عايزاه زي بواقي صدور الفراخ او حتى الفلفل الالوان، وقدمي معاها شرايح الخيار والفاكهه المجففه. الوجبه دي غنيه جدا بفيتامين سي اللي بيقوي مناعه طفلك وهيحميه من العدوى وامراض كتير. لو طفلك نفسه في حاجه مسكره او حاجه حلوه ممكن في اليوم الخامس تديله ساندوتش زبده الفول السوداني بمربى الفراوله قليله السكر ومعاها كوبايه من الزبادي وشرايح الجزر او الفلفل الالوان. دي كانت شويه افكار لوجبات ممكن تبعتيها مع طفلك في المدرسه، واختاري منها اللي طفلك هيحبه، او لو طفلك بيعاني من حساسيه من اكل معين زي المكسرات حاولي تدوري لها دايما على بدائل من اللي احنا قلنا عليها. ولو عندك اي سؤال ابعتيه على صفحه سوبر ماما على الفيسبوك.